بعد قراءة مستفيضة للوثيقة الدستورية الحالية المعروضة للاستفتاء يومي 14 و15 يناير، وعقد أكثر من ورشة عمل، وبعد التواصل والنقاش مع قواعد الجبهة، رأينا أن رأي جبهة طريق الثورة هو لا للدستور. نتكلم عن مواد في سياق. السياق في مصر من قبل الثورة ومن مدة طويلة أنه أصلاً الدولة وأجهزتها لا تحترم الدساتير ولا تحترم القوانين، والوضع ده بيتفاقم. وبالتالي يعني كان المفروض لو أن هذا الدستور هيبقى بيقدم حاجة يعني ذات مغزى فيما يتعلق بحقوق المواطن، كان المفروض يبقى بيدي أقصى ما يمكن نصا، مش يعني عكس المنطق اللي ساد بالضبط، إن الوضع الحالي ما يسمحش بأحسن من كده فنحسن حبة شوية ومعلش ونستحمل. بالعكس، أنت عندك، أنت لما يعني أحسن نصوص هتاخدها في التطبيق الواقعي هتنزل كتير. فكان يعني عشان فكان لازم الدستور عشان يبقى له معنى وعشان يبقى بيحقق احلام يعني عشان يبقى حتى بيحقق عشر احلامنا، كان لازم يبقى احسن بكتير قوي من اي حاجه قبل. وبعد كده تبقى الخناقه بقى على اننا نفعله ازاي ونعمله ازاي، مش نبقى بادين بوضع هو وضع فيه تنازل، وبعدين طبعا مش هنحقق ربعه يعني كمان يعني. فده في السياق. دستور 2013 هو دستور صدر بعد ثورتين مفروضه يعني او موجتين من الثوره، موجه في 25 يناير وموجه اخرى في 30/6. فاحنا طبعا لما بنيجي نفتح الباب حوالين الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه الموجوده في الدستور دوت، بنتكلم عن دستور مفروض فيه موجتين ثوريتين خرجوا بيطالبوا بعداله اجتماعيه وبيطالبوا بحقوق اقتصاديه وبأوضاع مختلفة في طرح السياسات. فإذا الآمال المطروحة مفروض أن تكون أعلى من حتى موجودة في 2012. يعني طبعا ممكن الناس بتقارن هذا الدستور بالنسخة الأولانية اللي كانت في سنة 2012، لكن إحنا بنقارنه أو إحنا بنطلب بشكل واضح دستور ثورة. فإذا يبقى الآمال والمطلوب هو أعلى مما هو مطروح الآن. يمكن في مجموع مواد الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه في بعض الاشكاليات الواضحه فيها، بغض النظر عن تبني اي طرف مشارك من المواطنين في عمليه الاستفتاء، الا ان ده واجب من واجبات الدوله ان هي تحمي اصوات المصوتين وتحافظ عليها وفق معايير واضحه وفي وجود شفافيه معبرة عن أصوات الناس، والتأكيد كمان على حرية الرأي والتعبير اللي احنا شايفين ان الفترة اللي فاتت بيوجه لأي معارض لبعض القوانين او لبعض او لفرض أنظمة سلطوية من قبل الدولة، انه بيقابل بالتخوين والاعتقال وبيواجه بعقوبات شديدة وقاسية من السجن.